هاتفيا ايضا ينضم الينا دكتور اسامه السعيد نائب رئيس تحرير الاخبار. ارحب بك بدايه دكتور اسامه. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اهلا بك دكتور اسامه. المؤتمر في 23 لل 25 من اكتوبر الجاري، فيما تستعد مصر لاستقبال كوب 27، اهميه اختيار هذا التوقيت لهذا المؤتمر؟ يعني انا اعتقد انه هذا المؤتمر الاقتصادي اذا ما اضيف ايضا الى فعاليات الحوار الوطني، وكما تفضلت حضرتك مؤتمر التغير المناخي والقمة العالمية للتغير المناخي، اعتقد انها كلها بتعكس الجهد المصري الواضح لاعداد وتهيئة الاقتصاد المصري والانطلاق على الساحة العالمية. اعتقد المؤتمر الاقتصادي فرصة مهمة للتمهيد وللتحضير للحديث عن وضع الاقتصاد المصري، عن الفرص المتاحة في هذا الاقتصاد المتنوع، أيضا عن التحديات، والتحديات هي مسألة مرتبطة بالعديد من الأزمات الدولية، سواء ما يتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، ويعاني منها الكثير من اقتصادات العالم. وبالتالي أعتقد أنه هذه أو مناسبة المؤتمر الاقتصادي ستكون فرصة لتوحيد الرؤى سواء ما بين الحكومة أو القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال في مصر، وما بين الخبراء والمختصين للخروج برؤية موحدة، رؤية شاملة، رؤية متكاملة لتحديات الاقتصاد المصري وأيضا الفرص المتاحة وآليات التعامل مع مثل هذه التحديات. وأعتقد أن كلها في النهاية مناسبات تضخ أو تصب في تعزيز مكانة الدولة المصرية، قدرة الدولة المصرية على مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه العالم وتواجه الأقليم في هذه المرحلة. إلى أي مدى تستطيع الدولة استثمار هكذا مؤتمر وهذه التفاعلات 400 إلى 500 مشارك للترويج للاستثمار في مصر من خلال كوب 27؟ أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر سيركز بشكل أساسي على الوضع الاقتصادي الداخلي، لكن بالتأكيد كما أعلن السيد رئيس الوزراء ستكون هناك 21 جهة دولية مشاركة في هذا الحدث المهم، وبالتالي ستكون أيضا فرصة لإطلاع هذه الجهات الدولية على حقائق الاقتصاد المصري، على الفرص المتاحة، على الاتجاهات الاستراتيجية لهذا الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المستقبلي أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، الاستثمارات البيئية والمتوافقة مع المعايير البيئية. وهذه مسألة مهمة جدا وتشغل بال العالم حاليا، أن تكون السياسات الاقتصادية والاستثمارية متوافقة مع المعايير البيئية، وأعتقد أن مصر من الدول ذات التجربة المتقدمة والرائدة في هذا الشأن. مصر من الدول التي سبقت بإصدار سندات خضراء تحدثت عن استحداث معايير بيئية للمشروعات المستقبلية. مصر من أكثر الدول التي تستثمر في مشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وبالتالي أتصور أن المؤتمر سيكون تمهيد جيد وفرصة لإعلان رؤية مصر ومستقبل الخطط القادمة استحداث قطاعات جديدة في الاقتصاد المصري، أيضا التحديث مع مؤسسات الأعمال ومجتمع الأعمال بشفافية واضحة، برؤية متكاملة، بحضور قوي للحكومة، أيضا بحضور متميز وقوي لخبراء ومختصين في القضايا الاقتصادية. أتصور أنه سيفتح المجال أمام مزيد من التنسيق، مزيد من التفاعل، مزيد من توحيد الرؤى بين القطاعات الثلاث، الحكومة، القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال والخبراء والمختصين. وكان هذا هو سؤالي دكتور أسامة، حرص الدولة على مشاركة الجميع، وكما تفضلت يوجد رؤساء جامعات، أحزاب، وطبعا مؤسسات الدولة، وأيضا رجال أعمال وخبراء، الحرص على مشاركة الجميع في هكذا مؤتمر؟ يعني أعتقد أن الحرص على المشاركة الكاملة والمفتوحة والشفافة للكثير من الأطراف والأفكار، وكل صاحب رأي وفكر يكون مشارك، سواء كان موجودا في مقر المؤتمر أو مقر انعقاد المؤتمر، أو من خلال الإدلاء برؤيته وبأفكاره من خلال الموقع الذي سيطلق لهذا الحدث المهم. أعتقد أنه ده واحد من أهم الأسباب اللي بتدعونا للتفاؤل بنجاح مثل هذه الفعالية وهذا الحدث، لأنه في النهاية الدولة المصرية دولة بتتسع للجميع، دولة منفتحة على كل الأفكار الوطنية، على كل الإسهامات الخلاقة التي تستهدف المصلحة الوطنية. هذا الحرص الحقيقة من جانب الحكومة على استضافة كل أصحاب الأفكار وأصحاب المصلحة، دعنا نقول أيضا في هذه المسألة، لأن الأحزاب السياسية حتى وإن كانت أحزابا
سياسية، ولكنها لديها رؤية اقتصادية واضحة ولديها أفكار في برامجها الحزبية. أيضا هي صاحبة مصلحة، الجامعات، مجتمعات الأعمال، الشركات القطاع الخاص، كل هذه أطراف ممثلة في المؤتمر. وأعتقد أن هذا الحرص بيعكس رغبة الدولة المصرية في الانفتاح على كل التيارات، كما أشار سيادة الرئيس في أكثر من مناسبة، الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأعتقد أنه هذا الشعار بيترجم سواء في الحوار الوطني أو من خلال المؤتمر الاقتصادي أيضا، وهذا بيعكس ثقة الدولة المصرية في نفسها، ثقة الدولة المصرية في قدرتها، ثقة الدولة المصرية في الإجراءات والقرارات والخطط التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، وأيضا ثقة الدولة المصرية في النخب الاقتصادية والنخب الفكرية والنخب السياسية الموجودة في الدولة، ورغبة الدولة المصرية في التعرف والانفتاح على كافة الأطروحات والأفكار التي ستقدمها هذه النخب. من خلال العرض الذي قدمته دكتور أسامة، نستطيع القول أن هذا المؤتمر هو مؤتمر اقتصادي بروح سياسية أو بنكهة سياسية؟ يعني أعتقد أنه هيركز على الجانب الاقتصادي أكثر، لكن طبعا يصعب الفصل ما بين السياسة وما بين الاقتصاد، يعني في النهاية وجهان لعملة واحدة دائما. بالضبط، يعني فبالتالي السياسة هي تتعلق بالاقتصاد، والاقتصاد يؤدي إلى السياسة، في النهاية هما وجهان لعملة واحدة وصعب الفصل بينهما. ولكن أتصور أن هذا المؤتمر وفقا للبرنامج والخطة التي أعلنها دكتور مصطفى مدبولي سيركز بشكل فني واضح على القطاعات، سواء الاقتصاد الكلي، القطاعات الأكثر أولوية في تطوير وتحديث الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق زي ما قلت الاقتصاد الكلي أو تمكين القطاع الخاص أو وضع خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد النوعية. وبالتالي أتصور أنه الحديث سيكون حديثا فنيا بشكل أساسي، بالتأكيد سيتطرق إلى قضايا مجتمعية، قضايا سياسية، بحكم ارتباط الاقتصاد بالعديد من العوامل والمحددات التي ترتبط بالاقتصاد، لكن أتصور أنه سيكون حديثا فنيا في المقام الأول. وأعتقد أنه اختيارات الشخصيات المشاركة وتحديد العدد بهذا العدد، سواء من خلال المؤسسات أو الشخصيات المشاركة، بالإضافة أيضا إلى آلية إدارة الجلسات، أعتقد أن الحكومة راغبة بشدة في الخروج بتوصيات واضحة، برؤى وسياسات قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ. وأعتقد أن الحكومة عازمة وملتزمة بتطبيق مخرجات هذا المؤتمر، وأتصور أن هذا واحد من أهم ضمانات نجاح هذا المؤتمر. شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، كنت معي هاتفيا من القاهرة.